كامله. جودي عبل عند عبد الفلوصي رفع الكره داخل المعترك وحمد اولاد. او هدف جميل للوداد. تابعوا من جديد، لاحظوا اشرف الشرقي حضر الكره اللي عبد الفلوصير ترفعات الكره بهذا الشكل. لاحظوا خذا الوقت ديالو كيلعب الكره بكره نصف هوائيه كيتمكن من توقيع الهدف الاول في شباك الحارس محمد اليوسفي. يمكن نعتبره من اجمل الاهداف اللي تسجلات بالدوري الاحترافي. محمد يوسف اولاد يتالق في المباراه السابقه امام فريق اولمبيك خريبكا واللي تمكن من تسجيل جوج ديال الاهداف. هذا من الانتدابات المهمه ديال فريق الوداد واللي بدا كياخذ الطريق ديالو، خصوصا مع يعني دخوله كرسمي لاعب صابر.